السلام عليكم. اليوم غادي تفضل ديال الدامه الخطيه بالنسبه للمستوى الثالث الاعدادي. التعريف ديال الدامه الخطيه: عدد حقيقي معلوم، عدد حقيقي معلوم، العلاقه اف التي تربط بين تربط كل عدد حقيقي اكس بالعدد الحقيقي اكس تسمى داله خطيه. نعاملها ونكتبها على الشكل التالي: اف اكس تساوي اكس، هذه هي العلاقه اللي كتربط بين اكس و اكس، بحيث أ هو معامل الدالة الخطية، أ هو معامل، بحيث المعامل يكون عدد حقيقي معلوم. العدد إكس يسمى صورة العدد إكس بالدالة إف. نعطوا بعض الأمثلة للدالة الخطية. بالنسبة للدالة الخطية مثلا إف إكس تساوي 3 إكس، هذه الدالة الخطية معاملها 3. كذلك جي إكس تساوي ناقص واحد على 2 اكس، هذه هي الدالة الخطية ومعاملها ناقص واحد على 2. مثال لتكون الدالة اف اكس تساوي 2 اكس دالة خطية، بحيث معامل الدالة الخطية هو العدد، هو العدد 2. السؤال الأول: احسب اف الى صفر و اف لواحد. السؤال الثاني: حدد صورة العدد 3 من الدالة الخطية f. السؤال الثالث: حدد عدد x الذي صورته من عدد f هي 8. السؤال الأول: لدينا f ل x تساوي 2 x، إذا f ل 0 هنا x عوضناه بالصفر، كذلك x عوضناه بالصفر، إذا 2 f ل 0 2 في x، 2 في 0 تساوي 0. كذلك f دي 1 مطلوب لنا f دي 1 تساوي نفس الشيء، عوضنا x ب 1 ونعوض x هنا ب 1، نسوي 2 في 1 دي كتساوي 2. إذا صورة عدد 1، صورة عدد 1 هو 2، صورة عدد 0 هي 0، ولا إدنا صورة العدد واحد بالدالة F. هنا صفر صورة الصفر بالدالة F. السؤال الثاني: حدد صورة العدد 3 بالدالة الخطية F. نفس الشيء صورة العدد 3، لا 3 نعم، بالدالة f هي غادي نحسبوها، غنقولو f ديال 3، إذا صورة عدد 3 يعني غنديرو عدد 3 هنايا ونعوضو x عوضناه ب 3، x كذلك غنعوضو ب 3، غتولي عندي 2 في 3 هي 6، إذا 6 صورة العدد 3 بالدالة f. الدالة الخطية f اللي هي f x تساوي 2 x. السؤال الثالث، لاحظوا السؤال الثالث شنو مطلوب منا؟ تحديد عدد x، تحديد عدد x الذي صورته بالدالة f تساوي 8، أي خصني نحدد عدد x بحيث الصورة ديال عدد x هي 8. إذا لاحظوا هنا غادي نحسب هنا معادلة، إلا بغيت نحدد عدد x يعني خصني نحل المعادلة f x تساوي 8، لنحل المعادلة f x تساوي 8، أي f x تساوي 2 x تساوي 8، إذا هنا هذه المعادلة 2 x تساوي 8 هي x تساوي 8 على 2 x تساوي 4. إذا العدد الذي صورته بالدالة f 8 هو 4. العدد الذي صورته بالدالة f هو 4.
بالنسبة للخاصية الأولى، خاصية رقم واحد، خاصية رقم واحد، إذا كانت f دالة خطية و x عدد حقيقي غير منعدي، فإن أعامل الدالة الخطية لدلين عليه، يعني فاش كتكون الدالة الخطية في التعريف الشمالي كتكتب على شكل ax، قلنا a هو المعادلة، x عدد حقيقي، x عدد حقيقي غير منعدي يعني ما كيساويش الصفر، فإن معامل الدالة الخطية، يعني المعامل ديال الدالة الخطية هو العدد الحقيقي a تساوي f ل x على x، كتساوي f ل x على x. إذا لاحظوا بحال خصنا هنا على x، على x وهنا على x، غادي نخصم x، مع x غتبقى لي a تساوي f ل x على x. إذا معامل الدالة الخطية، معامل الدالة الخطية هو f ل x على x. مثال غادي نشوفو المثال باش لاحظوا، كي تكون جي دالة خطية بحيث جي لإنان تساوي ستة، ولا صورة عدد إنان بالدالة الخطية جي تساوي ستة، حدد معامل الدالة الخطية في جي. حسب التعريف لدينا معامل الدالة الخطية أ تساوي قلنا الدالة الخطية على إكس. إذا نعمل الدالة الخطية سميتها جي، يعني غندير جي لإكس على إكس. عندي هنا أنايا صورة عدد اثنان، إذا غنصدق صورة عدد اثنان باش نحدد المعامل. إذا أ تساوي جي لي ماذا؟ لإثنان على اثنان، بحال ما قلنا جي لي إكس على إكس، نفس العدد كيكون هنا نفس العدد الحقيقي غير منعدي. هادشي اثنان اثنان، جي لي اثنان على اثنان تساوي جي لي اثنان تساوي كم؟ تساوي ستة على اثنان تساوي ثلاثة. إذا معامل الدالة الخطية جي هو العدد ثلاثة. صيغة الدالة الخطية، صيغة الدالة الخطية حنا قلنا كتكتب على الشكل اف ل اكس كتساوي ار اكس، يعني المعامل مضروب في اكس. أنا حددت هنا المعامل هو ثلاثة، إذا صيغة الدالة جي اكس، جي صيغة الدالة جي كتساوي المعامل اللي هو لقينا ثلاثة مضروبة في اكس. إذا هذه هي الدالة الخطية، هي الدالة الخطية جي اللي عندنا في المثال، يعني فرقنا فقط من صورة العدد اثنان اللي كتساوي ستة، وجبدنا المعاملين، جبدنا المعاملين جي على اثنان اللي هي ثلاثة، صح، غنضربو في العدد الحقيقي إكس. هذه هي تحديد المعامل وصيغة الدالة الخطية. مثلا ناخذ مثال آخر، مثلا الدالة إف دالة خطية بحيث إف لثلاثة تساوي تسعة. إذا المعامل ديال هذه الدالة الخطية هو أ تساوي إف لثلاثة على ثلاثة، اللي كتساوي ليا هنايا إف لثلاثة تساوي تسعة على ثلاثة اللي هي ثلاثة. إذا معامل الدالة الخطية إف هو ثلاثة. نفس الشيء مثلا عندي دالة خطية إف بخمسة تساوي عشرون، نفس الشيء يعني أ تساوي إف لخمسة على خمسة تساوي عشرون على خمسة اللي هي أربعة إلى آخره. إذا دائما كندير صورة العدد على العدد، صورة العدد على العدد. ثانيا التمثيل المبياني للدالة الخطية، شفنا الدالة الخطية المعامل كيف تحديد المعامل ديالها، كيف حساب الصور. دابا بقى لنا التمثيل المبياني للدالة الخطية، الخاصية رقم اثنان في معلم او اي جي، معلم او اي جي. التمثيل المبياني للدالة الخطية هو مستقيم، هو مستقيم. إذا حنا باش كنبغيو نمثلو مستقيم، يعني كيخصنا على الأقل نقطتين، بحيث الدالة الخطية عندي الخاصية هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا الدالة الخطية دائما تمر من أصل المعلم، أصل المعلم هو النقطة او ذات الإحداثيات صفر صفر، هي هذه النقطة او، نقطة تقاطع الأفاصيل والأراسيل، محور الأفاصيل ومحور الأراسيل هي النقطة او. يعني دائما الدالة الخطية اللي كتمر من أصل المعلم، يعني ما عمرها تمر مثلا من هنا ولا من هنا،
لا دائما تتبرمج اصلا بلا بمعنى من هذا النقطه هذه يعني شحال من نقطه وقعت لي وقعت لي نقطه واحده يعني بحث نقطه اخرى صافي غادي نتجدد انا من خطير هادشي غنشوفوه في المثال اف داله خطيه غنعرفها ب اف اكس تساوي ناقص واحد على ان اكس المعامل هنا هو ناقص واحد على اثنان المطلوب في السؤال الاول بحسب اف لاثنان الحل اف لاثنان تساوي لاحظ غنستخدم دائما غنستخدم العلاقه اللي عندي هنا اف لاكس تساوي ناقص واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان اكس غندير ناقص واحد على اثنان غنعوض اكس ب اثنان تساوي ناقص واحد في اثنان هي ناقص اثنان اثنان في واحد هي ناقص واحد اذا ناقص واحد صورة العدد اثنان بالدالة اف السؤال الثاني انشئ التمثيل البياني للدالة اف في معلم متعامل منظم هنا عندي المعلم المتعامل المنظم عندي النقطة الأولى اللي غنمر منها هذا المستقيم هذا هو التمثيل البياني للدالة الخطية لأن يعني بما أنه مستقيم غير من أصل المعلم إذا هذه النقطة الأولى في غير باقي خاصني نقطة أخرى النقطة الثانية هي أ ذات الإحداثيات مثلا إكس إف لإكس عندي أنا النقطة هذه الله حسبتها إذا أ تساوي إكس هنايا هو العدد اثنان وبالنسبة لإكس ولا صورة العدد اثنان لقيناها هي ناقص واحد إذا النقطة ذات الإحداثيات اثنان ناقص واحد هي نقطة تنتمي إلى الدالة الخطية إف دي إكس إذا ومن هنا فإن التمثيل المبياني الدالة F هو مستقيم هنا يمر من نقطة O ذات الإحداثيات صفر صفر والنقطة A ذات الإحداثيات التي صنع لها هنا اثنان وصورة العدد اثنان اللي هي اثنان وصورة العدد اثنان اللي قلناها هنا ناقص واحد إذا نقطة أ ذات الإحداثيات اثنان ناقص واحد غنمشيو نمثلوها في المعلم المتعامل المنظم عندي اثنان هي هذي وعندي ناقص واحد هي هذي إذا حاول تستعملوا المسطرة هذه هي النقطة أ ذات الإحداثيات اثنان ناقص واحد إذا تمثيل المبياني للدالة غير عبارة عن نقطتين أنا غادي نرفع تقريبا أنتم حاولوا تستعملوا المسطرة راه عبارة عن مستقيم غادي يكون مستقيم مارك النقطتين أو والنقطة أ من الإحداثيات اثنان صفر إذا هذا هو التمثيل المبياني للدالة الدالة الخطية F إذا الدالة الخطية كما قلنا دائما كتصور أصل المعلم نقطة أو كتخصنا نقطة واحدة فقط كنحسب صورة أي عدد مثلا نحسب صورة عدد واحد تعطيني لا ستة غتعطيني ناقص واحد على اثنان يعني غتعطيني لي أنا نيس واحد ناقص واحد على اثنان يعني أي صورة غادي نحسبها دابا مثلا نحسب صورة العدد أربعة غادي تعطيني مثلا صورة العدد أربعة غادي نسقط على المستقيم غادي نحسب عليها كذلك إلى آخره نلاحظوا هنا عطاتني ناقص اثنان ولا حسبتها باستعمال الحساب صورة أربعة هي ناقص واحد على اثنان في أربعة هي ناقص 4 على 2 اللي هي ناقص 2 كذلك ممكن تحديدها من المعلم المتعامل المنظم يعني اي صوره اي عدد بغيت
يعني ناخذ الصوره ثلاثه وغادي نرسم وغادي نلقى شحال كتساوي، ونلقى شحال الصوره ديال هذا العدد.